ست رموز بيظهروا في طبق الكانون الـ MF3010. لو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة عن ست رموز بيظهروا في الطبع الكانون MF3010، ولازم تعرفهم لو انت عندك الطبع دي، ولازم تعرف ان ست رموز دولت معانيهم ايه وايه فايدتهم. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الموضوع مع بعض على طول. واول رمز معانا لما تيجي تشغل الطبع عادي جدا في بيظهر لك رقم واحد. رقم واحد دي معناه ان الطبع جاهزة للتشغيل او جاهزة للاستخدام، يعني الطبعة جاهزة لأي عملية إذا كانت تصوير أو طباعة أو سكانر. أما تاني رمز معنا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو منور مربع ومنور وينتفي، ده معناه إن الباب اللي مسؤول عن الحبورة مفتوح، اللي هو أنا سيبه موارب كده عشان أعرف طول ما هي بتعمل كده معناه إن الباب مفتوح وما تقفلش كويس. فأنت تطلع عادي جدا تفتحها كده ثم تفتح الباب دوت وتقفله كويس، تمام، اختفت وبقت رقم واحد. رقم واحد معناها إن هي جاهزة للاستخدام. أما تالت رمز معنا دوت اللي هو علامة الصاعقة وعليه زي التمانية دوت، ده حاجتين، يا اما الحباره مش متركبه بداخل الطبعه، يا اما حصل حشر في الطبعه. يعني ايه حشر؟ يعني ورق حشرت تحت الحباره، تسحب الورقه بكل سهوله وبتطلعها، ده في حاله ان الحباره متركبه. طب افرض الحباره مش متركبه، في الحاله دي لازم تركب الحباره عشان تديك ريدي. طب ازاي نركب الحباره؟ كل اللي هنعمله نفضي عادي فوق خالص ونيجي من هنا نفتح ده لفوق لحد الاخر. طبعا دوت جسم الحباره زي ما انتم شايفين، تمسك الحباره اهي بكل سهوله وتركبها ثم تقفل، وزي ما انتم شايفين اهي العلامه اختفت ورقم واحد الريدي اللي هي جاهزه للاستخدام ظهرت قدامنا. طب افرض دلوقتي انا مركب الحباره وظهرت لي كده، معناه ان في ورقه حشرت بداخل الطبق. طب عايز اطلع الحشر دوت اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هترفع الباب عادي جدا مش اي مشكله، وانا في صوبة اهوت ترفع لحد الاخر خالص لحد ما تلزق، هتلاقي ان الحباره بتاعتك عادي جدا تطلعها بكل سهوله اهيت، هتلاقي الورقه تحت اهيت، الورقه موجوده اهيت، طلعها كده اهيت. الصوت ده مش اي مشكله عادي جدا. بعد كده بتحط الحباره عادي جدا وتقفل باب الطبعه، ده في حاله ان هي عملت صعقه وعمل علامة حشر. زي ما شايفين عملت رقم واحد ان هي كده اشتغلت. كده احنا عرفنا علامة الصاعقة دي معناه ايه؟ معناه يا اما حشر يا اما الحبارة مش متركبة بداخل الطبعة. اما رابع رمز معانا دوت معناه ان الطبعة ما سحبتش ورق او الدرج ما فيهوش ورق عشان يسحبه. فكل اللي بتعمله انك بتحط الورق في الدرج وبتضغط على علامة التصوير وبتكمل العملية بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده سحبت ورقة، وزي ما انتم شايفين الورق طلعت عادي اهيت، مش اي مشكلة. اما خامس رمز معانا علامة التدوير اللي بتشوفوها ديت اللي هي بتدور كده كأنها بتعمل لودنج، دي معناها انك كنسلت عملية او عملية كيد التشغيل، بمجرد انها تقف معناها ان الطبعة خلصت المهمة بتاعتها. اما سادس رمز واخر رمز معانا فبتعمل الشرط دي معناها انك سبت الطبعة لفترة اكتر من 10 دقايق بدون ما تستخدمها خالص، فبتظهر قدامك الشرطة اللي بتنور وبتختفي ديت، لمجرد انك تضغط على اي زرار بيظهر لك علامة الواحد اللي هي جاهزة للاستخدام، ده اسمه وضع السكون او السليب. وبكده خلصنا موضوع الست رموز اللي موجودين في الطبعة الـ MF3010 والناس اللي ما كانش فاهمين معناهم ايه. اتمنى الموضوع يكون نال عجبكم، مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناة كانون العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.